مساء الخير. البوصلة نهاية حلقة الأسبوع. امبارح توقفنا عند المثل أو مش المثل، الشكل الإسلام الذي كان في القرآن، والذي من المفترض أنه وصف الأحوال الاجتماعية التي صاحبت الحدث اللي بنتكلم عنه، بس ده تعقيبا على شارلي إبدو اللي بدأناها من يومين، إنه ماذا كان القرآن يخط ملامح للإسلام وللرسول عندما كان يسب الله تعالى ثم يسب الرسول ويشكك فيه ويشكك في كتابه وفيما يتلقاه، كل شيء بالسب بالسخرية بكله. وجبنا الأمثلة مكي ومدني، الرد الفعل واحد، لدرجة أنه لما أعلى آية قال له يضيق صدرك، إن رب لقد نعلم أنه يضيق صدرك مما يقولون بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فقط لا غير. ده قرآن. وختمنا امبارح انه قلت لكم يا ترى ده اللي مشي في الخط بقى في 14 قرن وجالكوا، هنشوف وانتوا تحكموا. وانا دلوقتي بعمل لكم يقول لكم ادي الاحاديث وادي الفقه وانتوا احكموا. عندك شك في اللي انا قلته امبارح؟ دي ايات قرآن ودور على غيرها، هات لي رد فعل واحد عن سب الرسول او سب الله في رد فعل عنيف، حتى في مرحلة القوة والسيطرة في المدينة، أو حتى بعد فتح مكة وعام الوفود والسيطرة الكاملة. خلاص كده؟ والآية اللي قلت لكم عليها امبارح بالمناسبة، إن أنا كنت قلتها عرضا مع إن هي أكبر من مسألة سب الرسول، بس أنا هقولها لأن لما نيجي نتكلم عن الفقه اللي هو غالبا مش الحلقة دي، ممكن ناخد حلقة واحدة من الأسبوع الجاي لأن الموضوع مهم. إزاي بقى الأحكام الفقهية خرجت لكم؟ هنبقى محتاجين قوي الموازنة اللي في الآية دي ما بين سب الله تعالى وسب الرسول. طبعا أستغفر الله العظيم على الوصف، لكن بصوا هقول الآية دي وبس، وبعدين نخش بقى على ما دون القرآن. دي سورة النساء، ركز، مدنية. دي مرحلة القوة اللي بيدعوا هؤلاء اللي احنا عارفينهم إن لغة القرآن تغيرت فيها وبقت ما فيش تسامح، بقى كذب محض. بص يا سيدي، الآية 60 من سورة النساء، أنا آسف 140، بيقول وقد نزل عليكم في الكتاب، بيتكلم المسلمين ربنا في مرحلة القوة، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. مش بس الرسول بقى، أنا بقول هنا مش بس عشان القيمة، عشان هتفيدنا في مرحلة الفقهاء، اصبروا بس. خلاص، يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. جهنم هناك مالناش دعوة. كمان بس لما يخوضوا في حديث غيره فقط، مش قطعوهم للأبد. ده القرآن. طيب يا سيدي، كده الصورة بالعموم يعني وضحت لكم في الفرق، مش الفرق أنا آسف، في الصورة القرآنية للإسلام، ملامح الإسلام التي في القرآن. ده في كل حاجة، بس احنا مسكنا يعني توبيك، يعني موضوع واحد اسمه سب الرسول والسخرية منه والتشكيك فيه في نبوته. خلاص، وخدناها في مرحلة مكية ومدنية، وكله كان رد الفعل رسول مرسل من السماء يتحمل مهما ضاق صدره ومهما أذوه، يسبح ويكن من الساجدين ثم لا شيء، حسابهم عند ربنا. قبل بقى ما نروح لمرحلة الفقهاء اللي هي فيها تحويل تام للإسلام، ما هو التحويل ده ما جاش صدفة، التحويل ده جه بناء على التحول الأول اللي هو جمع الأحاديث. ليه؟ زي ما بقول دايما لما كنا قريب بنشرح قبل الدولة العثمانية منهج الإمام البخاري في الأحاديث التي أنا سميت الحلقات لماذا أخرج هذه الأحاديث الإمام البخاري. فمنهج البخاري في المسألة دي يعني إنه أحاديث استقرت في الصحيح لكنها لا علاقة لها بالوضع أو تصور القرآني لذات النبي وذات الأحداث، بس في القرآن هنشوف دلوقتي. المهم الرسول قدامكم امبارح، يعني قدامكم في الآيات أقصد، بتصور الوضع الاجتماعي ما بين مكة والمدينة من أول تبا لك لهذا دعوتنا، اللي هي لما نزلت الآية سورة المسد تبت يد أبي لهب وتب، لحد أبعد حاجة في السباب والتشكيك واللعنة اللي قال له يضيق صدرك من كتر الأذى والتشكيك والسباب. تمام؟ طيب وقع في المدينة بقى بيذكرها البخاري. أنا اخترت واقعة واحدة، في كذا واقعة، في كتير، في كتير قوي هم كانوا بيحبوا قوي يعني. قول لي بس بعد ما تسمع، انا مش انا هسكت، مش هقول لك النتيجه ايه، انت هشرح دلوقتي عشان فيها كلام رخم لغه عربيه هشرحه كله، وانت قول لي اذا الواقعه دي حدثت في المدينه قول لي نلاقي لها فين مخرج في القران، بس يعني اديني الحته وانا امشي معاك. يعني انا هقول لك او اسال الشيخ بتاعك او اسال الراجل انت بتحبه او اتصل على الراجل اللي بيطلع في البرنامج قول له انا سمعت واحد ما تجيبش اسمي ها بيقول القران بيقول كذا، وان الرسول يعني مجبول ومأمور بالسكوت وكبت المشاعر الضيق دي وضبط النفس، وانه رحمه للعالمين، وفي واقعه في البخاري بتقول كذا. انت لما تسمعها الاول بس قول لي دي نلاقيها فين في المدينه دي، يعني مدينه 10 سنين الرسول عاش فيها، والقرآن اللي في المدينة قدامنا بيصور لنا حاله في المدينة، وبالتالي الموضوع اللي عايزينه تخصيصا السباب الذي تعرض له والتشكيك في المدينة، صح كده؟ انت لما تسمع معايا الواقع في البخاري قول لي نلاقيها فين في العشر سنين، اول ما تقول لي وتديني مخرج ليها للآيات انا معاك يا عزيزي. بص يا سيدي، في واحد وسيم شكله حلو اسمه كعب بن الأشرف، كان في المدينة. بعض الروايات بتقول ان هو يهودي وبعض الروايات بتقول ان هو مش يهودي بس ناسب اليهود، مش ده موضوع. المهم انه في شخص في المدينة اسمه كعب بن الأشرف، المفترض يا عزيزي انه كان يعني شاعر هو او عنده ملكة الشعر، مش شاعر، كان يعني ينشط ويزيد القريشيين هناك في الناحية التانية في مكة عزما على مقاتلة الرسول، وكان يستنقص منه. يعني الشعر بتاعه يا إما إنه يستنقص من الرسول يقول كلمتين، يا إما إنه يعني يحمس ويزيد من عزائم قريش للمجيء لمقاتلة أو قتل أو قتال هذا الرجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده كعب بن الأشرف أوله وآخره. كعب ده يا عزيزي مش مسلم، لكنه من أهل المدينة الأصليين قبل ما يجي الرسول. يعني له 2، واحد يعني في رواية بتقول إنه خاله مباشرة، هو اللي خاله، يعني كعب بن الأشرف خاله، أو إنه الصداقة المتينة منهم فبيقولوا عليه أخي، اللي هو محمد بن مسلمة. ده بقى صحابي، ركز بقى، محمد بن مسلمة ده أسلم، وكعب زي ما هو اللي بيقلل من الرسول في الشعر، واللي بيحاول يعني يحمس القريشيين المكيين للقضاء على هذا الدين أو هذا الرجل. ده اللي عمله. واحد تاني برضه من الصحابة، ده بقى رضيعه، يعني رضع معه فهو أخوه بالرضاع فعلا، اسمه أبو نائلة، تمام كده، أو كنيته يعني. الاتنين دول مسلمين وصحابة طبعا لأنهم في عهد الرسول، وهو لسه على دينه أو على لا دينه وبيشتم. بص الرواية، وأنا اللي متابع معايا وشاف حلقات منهج الإمام البخاري في الأحاديث اللي هو لماذا أخرجها هيفهم مسألة تبويب البخاري. حتى أنا كنت ساعات بقول لكم هو الباب ملوش معنى، يعني أخرجه ليه البخاري؟ على العموم التبويب ده السهل لأن هو خرجه في 5 أبواب. هقول لكم التبويب الأهم واللي فيه الحديث العمدة الطويل، وبعدين هبقول لكم نقطة على تبويب البخاري في بقية الأبواب غريبة جدا، بس ماشي خلي بالك. المدينة ابتداء كده بس عشان ما نهربش، هتلاقي مخارج عشان يخلقوا رسول تاني غير اللي في القرآن، غير اللي قال له فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ادي كل رد فعله. بص بقى اللي هنا ده، المدينة ليست دار حرب. ركز كده قبل ما نبتدي، المدينة مدينة رسول الله وهو فيها ليست دار حرب أبدا. حتى مشكلته مع اليهود لما ظهرت أجلاهم وحصلت بني قريظة وما إلى ذلك، لكن كل سنوات المدينة دار معيشة مش حرب. الحديث 4037 ده حديث العمدة، اسمه كده باب البخاري سماه في حاجات كتيرة تانية هنبقى نقولها، بس ده الباب اللي هو الصريح بقى، باب قتل كعب بن الأشرف. خلي بالك كده من الأول، الراجل اتقتل، الراجل اللي اتقتل اللي بيقول شعر سيء بيستنقص من الرسول وبيقول للقريشيين تعالوا قاتلوا هذا الرجل. تمام؟ ابتداءً كده هو القتل ده طلع منين؟ يعني على مسألة إيه؟ يقتل ليه كعب بن الأشرف؟ فأنت هيجي ببالك الطبيعي عشان بيقلل من الرسول في الشعر. تمام، فين ده في القرآن؟ حط لي بس المرآة الكبرى بتاعتنا، الايه؟ الإسلام نفسه، قول لي ده فين كده؟ ده قبل ما ابتدي كده قول لي ده فين؟ سب أو واحد استنقص من الرسول أو سخر منه أو شكك في البداية، فين القتل؟ ما شفناش قتل لحد دلوقتي. ركز بقى في القتل نفسه، قصته هتعجبكم قوي، يعني مش هتعجبكم الحقيقه، هتثير فيكم مشاعر سيئه وتبتدوا تشوفوا معايا المفارقه اللي بقى لها 500 مليون عشان نتخلص من هذا الركام اللي هو فيه اتنين اسلام، مش الشخص يعني، دينين من الاسلام، دين في القران ودين يتابعه طبعا في السنه كثيرا منها وكتاب البخاري، وفي بعضه بقى اللي هو يعني شوه الصوره تماما، ما نعرفش ايه اللي بيحصل بالظبط، هنعرف دلوقتي. هقطع فاصل دقيقه وارجع لك.